من اعلى نقطه في استاد القاهره. شفت الاهلي ازاي فنيا في المباراه ديت قدام الوداد، وتتوقع ايه لمباراه العوده؟ بص هقول لك فنيا، انا بعترف قدام الناس كلها، كولر افسد المباراه. افسد كولر افسد المباراه، وهقول لك ليه. بس انا بشكر محمد مصطفى جدا على فكره 2006، جاب لي الفكره دلوقتي. بص الكره بتتعاد، الكره زي السيما، الكره زي السيما، السيما العالميه، السينما العالميه يعني، 32 تيمه، قصه صعود، قصه بطل، بوكسير بيضرب، قصه مكافح، مسجون بيهرب، حاجات كده ايه شبه بعض، شبه بعض، وبيتبني عليها والمخرجين بيغيروها. الكره نفس الموضوع. 2006 بعد ما الاهلي تلقى هدف التعادل في اللحظات الاخيره في استاد القاهره، خرجت الناس كلها من الاستاد بتكلم بعض. الاهلي خسر اللقب، احباط شديد جدا فاكر. وبعدين مانويل جوزيف في المؤتمر الصحفي، انتوا يا جماعه زعلانين ان احنا هنكسب هناك، مش في المؤتمر الصحفي، دخلهم اوضه اللبس، دخلهم اوضه اللبس. عظيم جدا. وبعدين محمد عبد الله اللي ما كانش بيلعب بره السكور خالص، اتبنت عليه خطه اللعب، والاهلي لعب بثلاثه ديفندر الشوط الاولاني، اكوتي، منسى، حسام عاشور، ومحمد شوقي. صح. وبعدين طلب من اسلام الشاطر، متابع الدكه، متابع الدكه، وطلب من اسلام الشاطر انه ينزل يعمل ثلاثه كروس، جوزيه كان بياكد ان هيجي منهم هدف، والكل يعلم بعد ذلك ما حدث. صح صح كده. طب فده النادي الاهلي. النادي الاهلي زي ما اسلام برضو قال، بقى عنده الاميونيتي بتاعت انه يعرف يكسب بره، ودي حاجه كويسه جدا.